بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تحدثنا أعزائي في الحصة الماضية عن مد الصلة، وتحدثنا عن مفهوم مد الصلة، وأيضا وأن مد الصلة متعلق بهاء الضمير المتحركة التي تأتي في نهاية الكلمة. وفي هذا الدرس سوف نقوم بالتعرف على أقسام مد الصلة كما في الشكل الآتي. إذن الهاء التي تتعلق بها حكم اللد هي هاء الضمير المتحركة للمفرد الغائب المذكر، للمفرد، إذن يكون مفردا وغائبا ومذكرا، وهي نوعان: مد صلة صغرى ومد صلة كبرى. نقوم بتلاوة الآيات القرآنية التالية بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونلاحظ حركة الهاء في كل كلمة والحرف التي يليه، ونلاحظ أن إذا كانت متحركة أو ساكنة وما شابه ذلك، أو وقعت بين حرفين ساكنين، ونلاحظ ما الحرف الذي جاء بعدها. نقول: وبالله التوفيق، فأنت له تصدى. إذا نلاحظ أننا نقوم بمد الهاء بمقدار حركتين: من نطفة خلقه فقدره وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إذا لو طرحنا مجموعة من الأسئلة: هل جاءت الهاء ساكنة أم متحركة؟ انظر إلى الهاء: له، عليها ضمة، التي تليها نطفة تنوين كسر، والثالثة وأمه كسرة، وكذلك وصاحبته أيضا كسرة. وهل وقعت بين حرفين ساكنين؟ اللي هي الهاء طبعا، وما الحرف الذي جاء بعدها؟ إذن الحروف التي تحتها خطف الكلمات السابقة جاءت الهاء فيها متحركة بين حرفين متحركين، وليس بعدها همزة قطع، ومن ثم تقرأ ممدودة بمقدار حركتين كالآتي: له، خلقه، فقدره، وأمه، وصاحبته. إذن نستنتج أعزائي الطلبة أن مد الصلة الصغرى يكون بمجيء هاء الضمير المتحركة، إما بالكسر أو بالضم أو طبعا التنوين الكسر بين حرفين متحركين، وليس بعدها همزة قطع، يعني غير مسبوقة بهمزة قطع، يسمى مد صلة صغرى، ويمد بمقدار حركتين. تمد هاء الضمير إذا كانت مضمومة بواو أو مكسورة بياء بمقدار حركتين. يكون مد الصلة الصغرى في الأصل لا غير، فإذا وقف القارئ يقف بالسكون، ومثاله: وأمه، ومن نطفة خلقه، فأنت له. إذن يكون مد الصلة الصغرى في الوسط لا غير، فإذا وقف القارئ يقف بالسكون. إذن نعيد مرة أخرى: يكون مد الصلة في الوصل، يعني يسمى مد صلة إذا قمنا بوصل الحرف الأخير الهاء مع الكلمة التي تأتي بعدها، فيسمى مد صلة صغرى. فإذا وقف القارئ يقف بالسكون. نقول: فأنت له من نطفة خلقه وأمه وصاحبته، لكن إذا قرأناه ننطق الحركة التي تكون على الهاء: فأنت له تصدى، من نطفة خلقه فقدره، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صدق الله العظيم. الآن نقوم بالتلاوة والتطبيق من آيات من سورة مريم، من آية 16 إلى آية 33. نقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا نلاحظ الآية ولنجعله آية جاءت الهاء وجاءت بعدها الهمزة ويسمى هذا مد صلة كبرى مد صلة كبرى ويمد من 4 إلى 6 حركات لأنه جاء بعد الهاء همزة لكن لو جاء بعد الهاء غير حرف الهمزة يسمى مد صلة صغرى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا به مكانا جاءت الهاء وبعدها حرف الميم تمام يسمى مد صلة صغرى ويمد بمقدار حركتين يعني مد طبيعي فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم نقوم أو أقوم بتقييم تعلمي وأدائي نقرأ الآيات القرآنية الكريمة ثم أضع خط تحت موضع مد الصلة الصغرى قال الله تعالى فما له من قوة ولا ناصر فما له من الهاء مع الميم طبعا في حالة الوصل يسمى مد صلة صغرى إنه لقول فصل الهاء ثم لقول مد صلة صغرى وذكر اسم ربه فصلى فأثرن به نقعا مد صلة صغرى الواجب البيت يا أعزائي الطلاب نرجع إلى المصحف من سورة الإسراء ثم نتلو الآيات القرآنية الكريمة من آية 98 إلى 111 مراعينا أو مراعيا ما علمته من أحكام التلويج التجويد والتلاوة ثم تستخرج موضوعي لمد الصلة الصغرى هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.